السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف ندرس الآن المحور الرابع، محور جديد بعنوان أعبر، ودرسنا اليوم بعنوان مع أصحابي. ماذا نرى في هذه الصورة؟ أحسنتم، نرى مجموعة من الأصحاب يلعبون مع بعضهم البعض. هيا نستمع إلى النشيد. النشيد بعنوان مع أصحابي. ماذا يقول النشيد؟ نفتح معا الكتاب المدرسي صفحة رقم 107. يقول النشيد: هيا هيا يا أصحابي، نحكي قصصا عن أحبابي، أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي. ما معنى كلمة هيا؟ معنى كلمة هيا تعالوا أو أسرعوا. ماذا يقول الشاعر في هذا النشيد؟ الشاعر يحكي عن مجموعة من الأصحاب يلعبون مع بعضهم البعض ويقومون بشيئين. ما هو الشيئين؟ يحكون القصص عن الأحباب، والشيء الثاني يتسلون بالألعاب. نحكي معناها نقص قصصا عن أحبابي أصدقائي، أو نتسلى معنى نتسلى نمرح بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي. أريد منكم أن ترددوا خلفي: هيا هيا يا أصحابي. أحسنتم. نحكي قصصا عن أحبابي، أو نتسلى بالألعاب. هيا هيا يا أصحابي. رائعين. سوف الآن نستمع إلى اللغويات. هيا معناها أسرعوا أو تعالوا. أصحاب معناها أصدقاء. الكلمة ومضادها: أصحابي مضادها أعدائي. الكلمة ومفردها: أصحاب جمع مفردها صاحب. قصصا جمع مفردها قصة. ألعاب جمع مفردها لعبة. أحسنتم. ما اسم النشيد؟ اسم النشيد مع أصحابي. بماذا يحكي الأصحاب؟ يحكي الأصحاب القصص عن الأحباب. بماذا يتسلى الأصحاب؟ يتسلى الأصحاب بالألعاب. ماذا فعل الأصحاب؟ فعلوا شيئين. وما هما؟ حكوا القصص عن الأحباب وتسلوا بالألعاب. أحسنتم. الآن سوف نستمع إلى النشيد لكي نحفظه معا. والآن سوف نقوم بحل بعض الأسئلة معا. هذه الصفحة سوف تكون واجب، أما هذه الصفحة سوف نقوم بحلها معا. أكمل النشيد من نشيد مع أصحابي، أو نتسلى. أحسنتم. بالألعاب. هيا هيا. أحسنتم. يا أصحابي معنى هيا. أحسنتم. تعالوا أو أسرعوا. مفرد الألعاب. أحسنتم. اللعبة. مفرد الأصحاب. أحسنتم. الصاحب. بماذا يتسلى الأصحاب؟ يتسلى الأصحاب بالألعاب. أحسنتم. ماذا فعل الأصحاب؟ حكوا القصص وأيضا تسلوا بالألعاب. أحسنتم. وهذه الصفحة، صفحة رقم 37، سوف تكون هي الواجب، ونقوم بحلها معا في الفيديو القادم.